قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أختٌ تسأل عن عملية الربط لمنع الحمل، هل هي مستحبة أو مكروهة؟ هي إذا لم يكن لها ضرورة تدعو إليها مكروهة على أقل الأحوال، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تكاثروا فإني مباح بكم الأمم، أو فإني مكاثر بكم، صلوات ربي وسلامه على نبيه. أيضا تقول السائلة: زوجها محامي، رجع من العمل وأخذ تليفوني وأرسل من تليفوني لتليفونه رسالة سب وقذف كأنني التي أرسلتها، وضربني وهددني بأن سيحبسني سنة بسبب السب والقذف، ما العمل مع هذا القائن؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: لو انفصلت عنه لكان أفضل ما دام قائنا بهذه الطريقة. يقول السائل: إني أحب قصص الأنبياء والمرسلين والصالحين، أريد أن ألتمس من نهجهم وأسير على خطاهم، فماذا أفعل؟ اقرأ كتاب الله وسنة رسول الله، وانظر إلى نهج أهل الفضل وأهل الصلاح، وكذلك ما صنف في أخلاقهم، وبإذن الله مع سؤال الله تصل إلى خير كثير بإذن الله. عليها أيام من رمضان السابق وجاء رمضان هذا العام ولم تكن صامت، ما عليها؟ ماذا تصنع؟ تصنع أنها تقضي الأيام التي عليها بعد رمضان هذا إن شاء الله، وليس عليها كفارة مع التأخير هذا، ولا دليل على الكفارة، وإن كان قال بالكفارة بعض العلماء لكن لا دليل على الإلزام بها، والله أعلم. يقول: أعطيت شخصا مبلغا من المال بالجنيه المصري، وعند السداد رده علي بعملة أخرى غير الجنيه، فما الحكم إذا وجد فرق بين مقدار المبلغ بالجنيه ومقداره بالعملة الأخرى؟ إذا كانت بالزيادة ونفسه طيبة بذلك دون أدنى اشتراط منك جاز ذلك، إن كانت أقل لم يجز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: زكاة العقارات سواء كانت تجارة أراضي أو إيجارات الشقق، الشيء المعد للاتجار فيه يزكى، الشيء المعد للاتجار فيه يزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فعروض التجارة عليها زكاة عند جماهير العلماء. أما إيجار الشقق فإذا اجتمع معك من إيجار الشقق مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول زكيت عليه، والله أعلم. الرجل كبير السن الذي لا يستطيع الصيام لكبر سنه، هل هناك من السنة دليل يلزم هذا الرجل بالإطعام إن أفطر؟ لا أعلم دليلا من السنة، إنما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أسن أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. دلوقتي أنا عندي بنتي لسه ما اتجوزتش، شايلة لها 40,000 وشايلة لها 30,000 من راسها، هل لي عليه زكاة؟ وأنا 30,000 للحج، في زكاة على الفلوس دي؟ نعم عليها زكاة إذا مر عليها سنة وهي عندك. حتى لو هي فلوس جواز البنت حتى لو هي فلوس الزواج ما دامت نقديا معكم. أيوه. وبلغت النصاب ومرت عليها سنة وهي عندكم زكيتم عليها إلزاما. بارك الله فيك. يقول السائل:
هل زيارة النساء للقبور جائزة؟ نعم جائزة، ما لم تحدث فتنة وما لم يكن هناك بدع، ما لم تكن هناك بدع ولا فتن، ودل على الجواز أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ وإذا أتيت القبور؟ قال: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ولأن النبي مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. وللعلماء أجوبة سبقت على الأحاديث المانعة والتي في غالب أحوالها ضعيفة أو منسوخة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من الشيخ عندي أسئلة، سؤال واحد يعني. أنا شايلة فلوس في البنك، بس دي بتاعت جوزي هو يعلم بيها، وأنا بطلع عليها الزكاة. فبطلع الزكاة عندي نسوان أماني أرامل وبربي يطمع، فأنا بطلعها في حكاية أكل وبفرق منها للصدقات وكده. يجوز لوالدته وإخواته أديهم منه من الزكاة؟ زكاة مال، مش زكاة رمضان، هي زكاة أيوة، مال. هي الأموال، مال بس شقاه هو، فلوسه هو. وأنا أموال، بطلع بشيل من مصروفي وبشيل وبعمل حق الله، بطلع الزكاة بتاعت المال. مثلا عندي 100,000 جنيه، بطلع 3,000 جنيه 4,000 جنيه، بفرق لأهلي كمان، وبدي أبويا محتاج مسكين، إخواتي مسكين، نسوان عمامي، ناس غريبة. هل ده يجوز إن أنا أدي الأم وإخواته صدقات برضه، وبساعات أطلعها في حكاية أكل؟ سيبني في التلفزيون عليكم السلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالمال مال الزوج، هل يجوز للرجل الذي هو الزوج أن يعطي زكاة ماله لأمه؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، لأنه ملزم بالإنفاق على أمه ما لم تكن أمه متزوجة برجل آخر. أما أخواته الفقراء يجوز له إعطاء الزكاة لهم ما دمنا قد تزوجنا ولا يلزمه الإنفاق عليهن. أما أبوك إذا كان فقيرا جاز إعطاء المال، لأن المال مال زوج البنت، وأبو أبو البنت أبو الزوجة فقير فهو مصرف، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، كنت عايزة أعرف إيه حكم، أنا في واحدة قريب يعني محتاجين حد يتبرع بفصل الكبد، يعني هي مريضة كبد ومحتاجين متبرع، فإيه الحكم؟ يعني إحنا سألنا حد فقالوا إن الطعام لو حد بفلوس وهم مش لاقيين أي متبرع، وهي يعني حالتها سيئة سيئة للغاية وبتموت يعني، فإيه لابد الحكم؟ من سؤال أهل الطب في هذه المسألة. إذا قال أهل الطب ليس على المتبرع ضرر، جاز له أن يتبرع بفص إذا قال أهل الطب ذلك، وهذا لقول يعني الله احنا تعالى: بنفلوس يسوع. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما إذا كان هناك ضرر لاحق بالمتبرع فلا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله أعلم. يقول السائل: أعمل في مجال الأفران وتعلمون شدة الحرارة فيها، هل يجوز لي الفطر؟ إذا كان العمل ضروريا وملزما لك ولا تستطيع الصيام بحال جاز الفطر، أما إذا لم تكن ملزما بالعمل جاز لك أن تصوم وتأخذ أجازة أو تعمل ليلا. بارك الله فيكم. تعمل ليلا ولا تفطر إلا إذا كنت تعمل في مصلحة كالجيش مثلا يلزمك بالعمل، وإلا ستحبس. في هذه الحال ستعمل وتفطر وتقضي في أيام أخر، والله أعلم. يقول: ما حكم من يترك صلاة الجماعة في الفجر بحجة أنه يكون قبل دخول الوقت؟ وما حكم السحور بعد الأذان وأيضا بحجة أن الأذان يؤذن قبل الفجر الصادق بنصف ساعة تقريبا؟ إذا صدق وكان الأذان يؤذن قبل الفجر بنصف ساعة، إذا لا يلزم بالامتناع عن الطعام والشراب لأن الوقت لم يدخل،
وكذلك لا تجوز صلاته صلاة الفجر إذا كان الناس يصلون قبل الفجر بنصف ساعة أو بثلث ساعة أو بأقل أو أكثر. يقول: نحن أفطرنا اليوم الذي صامه عامة المسلمين من باقي الدول، هل علي كفارة؟ عليكم إعادة ذلك اليوم إذا كنتم أفطرتم خطأ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وأنت طيب. دلوقتي احنا في السحور او في الفطار عموما، يعني مصر بتبدأ قبلنا ب5 دقايق واحنا من قرية. فدلوقتي يعني ينفع ان انا بعد قبل اللي عندنا في السحور ما بمسكش على اذان مصر، بمسك على اذان القرية بتاعتي يعني لا، بعدها ب5 دقايق، هل هذا يجوز؟ يجوز، وتأكد أيضا من تباين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في بلدك، فقد يكون بعد الفجر بأكثر من 5 دقائق. أيضا رقم هل الهاتف رقم فضيلتك واتصل بحضرتك انت لما اوجد؟ خذه من الإخوة في غرفة التحكم وأرسل رسالة إذا أردتنا في شيء. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع سمع وأطاع وأطاع. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سمع وأطاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فاستطرادا أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. يقول السائل: أعمل في محل يباع فيه السجائر، وصاحب المحل يترك لي المحل، فأكون مضطرا إلى بيع السجائر. إن استطعت ألا تبيعها فلا تبعها، فأنت إذا بعتها متعاون على الإثم والعدوان. لك إذا كانت نسبة السجائر إلى نسبة سعر المبيعات مثلا 1%، وأنت مضطر لزاما، فحينئذ قد يغفر لك، أما باختيارك لا تبيع السجائر. بارك الله فيك. سائل يسأل يقول: أعطاني الطبيب محلول جلوكوز وأخبرني أنه غير مغذي، هل استعماله يفطرني؟ لا أراه يفطر، ولكن احتياطا صم يوما مكانه، إن تناولته نهارا احتياطا ليس إلزاما، والله أعلم. يقول: ما حكم من كان مريضا بمرض يوجب عليه الوضوء ولكل صلاة على حدة، هل يجوز له صلاة العشاء والتراويح بوضوء واحد؟ نعم يجوز، هذه قدراته وتلك طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: ما الفرق بين الزج والنمص؟ ما أعرف فرقا دقيقا بين الزج والنمص، لكن عموما إذا أخذت المرأة شيئا من شعر حاجبها أصبحت متنمصة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وبالله التوفيق. يقول السائل: إذا استيقظت أنا وأهل بيتي متأخرين عن الصلاة، هل لنا أن نصليها جماعة وكيف تكون صفتها؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر وما أيقظه وأيقظ أصحابه إلا حر الشمس،
فإن النبي صلى الفجر جماعة أو صلى الصبح جماعة بعد طلوع الشمس، والله أعلم. ما حكم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. يقول ما حكم النوم في نهار رمضان حتى أذان الظهر؟ لا بأس بالنوم لكن تكون صليت الفجر تكون قد صليت الفجر وتصلي الظهر في موعده. يقول ما حكم العمل في مهنة المحاماة؟ إن كنت تدافع عن حق فيها فأنت على خير، إن كنت تدافع عن باطل فأنت مبطل وتأثم. تقول السائلة أردت أن أجلس بعد الفجر أقرأ القرآن وأستغفر للشروق حتى أحظى بأجر عمرة تامة، متى بالضبط الميعاد حتى أصلي ركعتي الضحى وأنام بعدها؟ أما حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله كتب له أجر عمرة وحجة تامة، فأختار الرأي القائل بتضعيفه. أما متى أصلي، صلي بعد الشروق بنحو من 10 دقائق إلى ربع ساعة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ عندي بنت أختي قاعدة مع والدتي وجوزها مش موجود. جوز أختي مش موجود، ما نعرفش عنه حاجة، هل يجوز إن أنا أدي لبنت أختي الزكاة؟ كم عمرها؟ هي عمرها لسه طفلة يعني ما عدتش 12 سنة. هي يعني ساكنة معكم في البيت، الأكل واحد مشترك؟ لا هي مع والدتي، أنا قاعد في بيت لوحدي وهي مع والدتي. يجوز، لأنه لا يلزمك الإنفاق على بنت أختك. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك وإياك. يقول أخو السائل هل غسل الوجه بالصابون يفطر الصائم؟ لا يفطر الصائم، ولا دليل على هذا لا من قريب ولا من بعيد. هل إخراج زكاة الفطر أرز أو بقوليات، هل إخراج زكاة الفطر أرز أو أي شيء من البقوليات المذكورة وتعلقه بالحالة المادية للشخص أم بطبيعة طعام أهل البلد بالأصناف التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم. وفي هذه الأصناف صاع من طعام أيضا. السلام عليكم. يا شيخ مصطفى زي حضرتك؟ الحمد لله. يا شيخ مصطفى الحمد لله. ما سؤالك؟ لدي سؤالا، لو أنا لدي مبلغ من المال عايز أعرف حضرتك النصاب، لو ما بدأ من المال أعرف النصاب، نصاب الذي يقدر فيه الزكاة. النصاب إما 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 أن تبني على نصاب الفضة أو على نصاب الذهب. إما أن تبني، اصبر علينا بس نجيبك، إما أن تبني على نصاب الفضة أو نصاب الذهب. نصاب الفضة 600 جرام فضة تقريبا، بالضبط 598 جرام فضة، ونصاب الذهب 97 جرام واتنين من عشرة من عيار 21. نعم. طب يا شيخ لو سمحت، لو في ديون، الديون عليها زكاة؟ الديون عليها زكاة؟ ديون لك أو عليك؟ علي، لا لي عند الناس، لي عند الناس. إذا كانت ديون حية أي يرجى سدادها زك عليها، أما إذا كانت لا يرجى سدادها لا تزك عليها. يسأل سائل. وإياكم. امرأة عادتها الشهرية السابقة 5 أيام والشهر الحالي 10 أيام بسبب الوسيلة، فما الحكم؟ إذا كان الدم النازل بعد الأيام الخمسة الأولى لونه يشبه لون دم الحيض ورائحته كرائحة فودم حيض وتنتظر المرأة إلى الانقطاع، أما إذا لم يكن دم حيض وكان دم جرح فيعتبر بعد اليوم الخامس دم استحاضة و تصلي المرأة بعد الاغتسال من حيضتها.
يقول أفتيت في أمر من أمور الدين أعتقده صوابا فتبين لي خلاف ما قلت، تراجع عن فتياك وأخبر الناس أنك أخطأت فيها. يقول ما حكم زراعة الشعر للرجال؟ زراعة الشعر للرجال إذا كانوا صلعا مكروهة مكروهة، وبالله التوفيق. وقد كان هناك من أصحاب النبي من هو أصلع، أما إذا كان مرضا فهذا شيء آخر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. اللهم لك الحمد. كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين، السؤال الأول، مجموعة من الأشخاص اشتركوا فيما بينهم واشتروا جهاز طبي بمبلغ كبير، لكنهم أدخلوا اشتروه بعقد ربوي يعني، تمام؟ اشتروا ماذا؟ هم دخلوا يا شيخ؟ قلت اشتروه بماذا؟ اشتروه بعقد ربوي يعني، دخلوا عقد ربوي، دخلوا البنك معهم يعني، دخلوا فرض شخص مقرض يعني ممول في المقرض. نعم نعم. وبعد دلوقتي هم هيغيروا الجهاز من الشركة الرئيسية، هيستبدلوه. طيب، وهيبقى تعاملهم مع الشركة الرئيسية بدون فوائد زيادة أو حاجة. هل يجوز لي إن أنا أدخل مساهم في هذه في شراء الجهاز الجديد؟ لا، يعني هم اشتروا الجهاز بطريقة ربوية، والآن يريدون تطوير الجهاز، فيريدون شراء جهاز من الشركة الأم دون واسطة البنك. وأنت تسأل تمام، هل يجوز المشاركة معهم في هذا العمل؟ تمام. هو من ناحية الجواز جائز، لأنك لم تشارك في ربا الآن، لكن البعد عن التعامل مع هؤلاء قليل الدين أولى. جزاك الله خير. السؤال الثاني فضيلة الشيخ. نعم. هم بالنسبة في نفس المشروع ده بتتكون عندهم مبالغ كبيرة، واخد بال حضرتك؟ فهم هل في سؤال، هل يجوز ان هم يحطوا الفلوس دي في البنك من بعد ان هم ياخدوا الفوائد بتاعتها يدفعوها لاشخاص غير قادرين، لان مشروع طبي، هل يجوز ان هم يحطوا الفلوس في بنك وياخدوا الفوائد بتاعتها يصرفوها على اشخاص او يدفعوا بالنيابه عن اشخاص غير محتاج يعني؟ لا يجوز لهم ذلك، إذا كانوا مضطرين لوضع المال في البنك، أما غير مضطرين لا يجوز. وكما قال القائل، أمنفقة اليتامى من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي فلا ترابي كي تتصدق. فإذا كنت مجبرا فقط على وضع البنوك في الأموال في البنك، فخذ المال الربا وتخلص منه. أما إذا كنت مختارا فلا تفعل ما ذكر، والله أعلم. طب هو الإجبار فضيلتك جاي من إن المبالغ بتكون مبلغ كبير وفي خدمة موجودة في الشركة، لكن هو القائم على الموضوع ده بيخشى وغلقان إن هو مثلا تحصل فرض أو حاجة. ما إذا وجدت ضرورة وكانت الخشية لها وجه غالب، فحينئذ ستكون مضطرا وتخرج العوائد الربوية للفقراء البعيدين عنك، والله أعلم. جزاك الله خير، بارك الله فيك. وياكم وياكم وياكم. بسم الله. يقول السائل، امرأة كانت في وقت النفاس، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ نعم، يجوز لها أن تقرأ القرآن وإذا مسته تمسه بحائل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة تفعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، ولأن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. يقول أخو السائل، ما حكم من أصيب إصبعه بجرح بسيط وخرج قليل من الدم في نهار رمضان، هل يفطر؟ لا يفطر بذلك. ما حكم دخول مجموعات النصارى وأهل البدع على الإنترنت للرد عليهم وتبيين الحق؟ إذا كنت تملك الأداة لذلك فافعل، وإلا إذا خشيت على نفسك فابتعد عن هذا، والله أعلم.
هل ألتمس ليلة القدر تبع لجزيرة العرب وعامة المسلمين أم مع المغرب؟ لأننا صمنا بعدهم بيوم، التمس مع عامة المسلمين أولى، والله أعلم. ماذا جاء عن والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء أن النبي قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزور القبور فإنها تذكركم الآخرة. يقول السائل: ما هيئة الفقراء والمساكين في هذا الزمان ممن يستحقون الزكاة؟ هذه نظرة عرفية لا بد من ربطهم بالأعراف الموجودة في كل بلدة. فقد يكون الفقير في السعودية مثلا الذي لا يملك سيارة، لكنه في مصر لا يعد فقيرا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا معايا بقى ب 75 جرام 21 و 75 جرام 18. هذا كله يسمى ذهب. هذا كله يسمى ذهب. سمني هذا وذاك واضيف الثمنين الى بعضهما وزكي على الذهب. انا بعته بعد ما تم الوصول بشهر، عشان كنت عايزه اشتري عربيه فبعته، فللاسف ده اطلع عليه برضه زكاه ولا كده؟ يعني الحول مر عليه وهو عندك، الزمت بالاخراج عنه. اما اذا كنت اشتريت السياره قبل حلول الحول لا بأس، لكن بعد حلول الحول بشهرين عليك زكاة في مالك. بارك الله فيك. عليكم السلام. ما حكم من يجبر ابنه على تجهيز أخته على الرغم من كون الأب قادرا والابن مديونا؟ لا يلزم الابن بتجهيز أخته ما دام مدينا، أما إذا كان الأب قادرا فاستحب له أن يجهز ابنته، والله أعلم. وإلا تجهيز الوالد لابنته ليس من الواجبات على الآباء، فالبنت لا تلزم بأن تجهز بشيء أصلا، إنما ما يفعله الأولياء من المعروف إلى الموليات، والله أعلم. هل يجوز حضور الأفراح وأعياد الميلاد لأحد من الأصدقاء مع العلم بوجود الموسيقى والأغاني؟ لا تحضر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فكونهم يستحلون دال على تحريمها، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي حيث أنه لا يعمل ولديه بنت وولد وقادر على العمل لكن لا يجد فرصة عمل؟ نعم يجوز، لكونه لم يجد فرصة عمل وهو فقير في ذات الوقت. يقول: لدي محل لبيع المواد الحديدية وقطع الغيار، هل يجوز لي أن أشتري سلعة وأضعها في المحل وعند بيعها أسدد ثمنها للمزود؟ نعم يجوز ذلك ما دمت تملكته ونقلته إلى رحلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. سؤالي، أنا أعرفك إن أنا أحبك في الله. أحبك الله، تفضل. وأسألك الدعاء لي والأولاد. الله يوفقنا وياكم جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز فقع عين من ينظر في بيتي اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي ما أمر، ما قال إذا نظر أحد في بيتك فافقع عينه، إنما قال: لو أن أحدهم نظر في بيت شخص ففقع عينه ما كان عليه من جناح، فهذا هو. لكن لم يأمر النبي بفقع عين من نظر في بيتك. بارك الله فيك. يقول السائل:
شك في النقصان أو بالزيادة في صلاته وانصرف دون أن يؤدي سجود السهو ناسيا، هل الصلاة تصح؟ نعم الصلاة تصح إذا نسي الشخص سجود السهو، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ محمد، الشيخ مصطفى. نعم. أنا صليت في مسجد التراويح، وبعد ما صلينا صليت في مسجد التراويح، في التراويح يعني. نعم نعم. بعد ما صلينا راح جمع ما بين الصلاة الشفع والوتر. يعني صلى ثلاث ركعات متصلة. فحصلت بلبلة في المسجد. على السؤال اللي هو بقى إيه؟ هل ركعتين الشفع دول، ركعتين الشفع جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام مع صلاة الوتر؟ نعم. أيوه نعم. جمعهم؟ عادي وردت، ورد أن النبي صلى ثلاث ركعات أحيانا عليه الصلاة والسلام. يعني هو يجوز ان هو يعمل كده، ان يجمع ما بين الركعتين؟ يجوز، لكن الافضل له ان ينبه المأمومين حتى لا تختل انظمة صلاتهم. والى هنا من هذا المكان ايضا ننصح ائمة الحرم ان ينبهوا على ذلك، انه كثيرا ما يلتبس على الناس والاعمال بالنيات، ولا اعلم مستندا لكونه لا يخبر الناس. فاذا كان سيصلي ثلاثا متصلة فننصح أئمة الحرم المكي والحرم المدني أن ينبهوا على الناس حتى تصح النوايا وحتى تسلم ونخرج من كل الاختلافات. المشكلة إن هم بيقولوا الحريم اللي موجودين بيقولوا لا، إن ما عملهاش النبي عليه الصلاة والسلام، ما جمعش ما بين الشفع والوتر، ما جمعش ما بينهم الركعتين دول، مش شفع. لا تسميهم كما تسميهم، لكن ورد أن النبي أوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع. ما احنا فاهمين هو أوتر بكده، ما في مشكلة. ورد أن النبي صلى من الليل سبعا، وورد أن النبي صلى من الليل تسعا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، يعني هل ده يعني بعد الثلاثة ما بين؟ أصل أنت لست ملزمة بصلاة 11 ركعة فقط. أنا مش ملزمة، ولكن طيب. السؤال إن هو عندك، هل هو فعلا جمع دي الركعتين دول شفع ولا دول ثلاثة كده بس؟ ما كان علي شفع أنا. بس افهمي الكلام يا أختي. نعم. ما كان النبي يقول نويت أصلي الشفع. ما كان يقول هكذا. ما كان النبي يسميها نويت أصلي ركعتين شفع أو وتر. ما كان يقال هذا ولا يتلفظ به. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت ممكن اسال سؤال؟ تفضلي يا اختي. لو سمحت، انا كان جوزي، كان دلوقتي جوزي متوفي، وكان وهو عايش كتير الطلاقات، بيحلف بالطلاق كتير يعني، وكان كتير بيقصد ان هو يطلق. طب دلوقتي هو مات، انا دلوقتي عايزه اعرف الحل ليا ان انا اخد معاشه ولا لا؟ قال لك أنت طالق كم مرة صريحة؟ أنت طالق كم مرة؟ نعم. كم مرة قال لك فيها أنت طالق؟ كثير. صريحة أو علي كتير. الطلاق؟ اسمع الكلام، افهمي معلش. أنت طالق قالها لك كم مرة صريحة؟ كثير برضه. إذا قال لك أنت طالق أكثر من ثلاث مرات متفرقات، أكثر من ثلاث مرات. كان سكران؟ كان يسكر سكران أثناء التطليق؟ لا ما كانش سكران. يعني قال لك أنت طالق. وكنت بروح عند أهلي وكانوا بيرجعوني. افهمي كلامي بس. حضرتك اسمعني بس. في فارق بين علي الطلاق أو تكوني طالق إن فعلت كذا. أنا كنت بروح عند أهلي وكانوا بيرجعوني، عشان هو كان بيقول لهم إن أنا كنت برجع اليمين. لازم اعرف الالفاظ اللي قالها لك، ما الالفاظ التي قالها لك؟ كلميني في الهاتف. سائل يسال يقول هل يصح تعدد النية في صلاة النوافل، كان يصلي سنة الظهر سنة بعد الظهر وينوي معها قضاء ركعتي الضحى؟ هذه لا تجوز فيها تعديد النيات، يعني يريد ان يصلي ركعتي الضحى مع سنة الظهر في ركعتين فقط، هذا لا يصح. إنما مثلا يصح أن تصلي تحية المسجد مع سنة الظهر، لأن النبي ما أمر بركعتين اسمهما تحية المسجد، إنما قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين،
وهذا يتأتى بصلاة أية ركعتين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخنا، في مدرسة كانت شغالة في دولة خليجية، وكان بينزل لها الراتب على طول في عن طريق البنك. هم التربية والتعليم بتبعت الفلوس على البنك وهم بيستلموها بالفيزا. فجه في شهر من الشهور نزل لها مبلغ قريب من المرتب، ما كانش المرتب. بعد كده نزل المرتب عادي، فراحت سألت البنك، قالت يا جماعة المرتب الفلوس دي نزلت لي ازاي؟ فقالوا لها التربية والتعليم هي اللي منزلاهم. رجعت للتربية والتعليم المنطقتين اللي هي اشتغلت فيهم، قالوا لها احنا ما نزلناش حاجة. رجعت البنك تاني قال لها نفس الكلام، قال لها التربية والتعليم منزلاهم. بعد كده قعدت 6 شهور او 7 شهور حاجة زي كده يعني، او 5 شهور، ورجعت سألت تاني نفس برضه الأماكن ونفس البنك، قالوا لها نفس الكلام. فدلوقتي هي نزلت خالص نهائي والفلوس دي معاها، تعمل فيها ايه؟ تنتظر سنة، تكمل سنة، يعني تكمل على يوم أن قبضتهم سنة، إن جاء صاحبهم وإلا استمتعت بهم. طب حضرتك هي سابت البلد، يعني هي سابت البلد وكانت الفلوس دي معاها بقالها 7 شهور. أيا كان تدي عنوانها موضوع عند البنك، إذا مرت سنة أنا أعتبرها حكم اللقطة، إذا مرت سنة ولم يأتي أصحابها استمتعت بها. شكرا، جزاك الله ألف خير يا شيخ. عفوا، مع السلامة. يقول السائل: ما حكم كسب الطبيب إذا كان يكتب دواء لا يضمن نتيجته أو فاعليته؟ فقد يكون فعالا بعض الأحيان وقد لا يكون. الطبيب ليس هو الشافي، إنما يشخص بناء على غلبة الظن، فمن ثم حلال له ذلك، والله أعلم. ما حكم شراء سلعة كسيارة أو تكييف من خلال شركة تقوم بدفع كامل المبلغ ثم تقوم بإضافة نسبة فائدة ثم تعطيها لي بالتقسيط على مدة محددة؟ بعد التوصيف يعد ربا ولا يجوز، والله أعلم. ما حكم طبيب يقوم بعمليات شفط الدهون أو ما يسمى بنحت الجسم بغرض تجميلي، حيث أن غالب الشكوى أنها تسبب مشاكل بين الأزواج؟ إذا كانت المرأة وصلت إلى حالة مرضية بكثرة شحومها فأصبحت مريضة والعملية ستجري أو ستجرى لتخفيف المرض عنها، فيكون من باب تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، والله أعلم. يقول: دعاء قنوت الوتر قبل الركوع أم بعد الركوع؟ الأمر في ذلك كله واسع، إن شاء قبل وإن شاء بعد، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطلق الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك يا أختي، تفضلي. أرجو دعاء لابني بالنجاح في الثانوية العامة، النهاردة كان امتحان صعب يا فضيلة الشيخ. الله يهيئ له الخير ويوفقه لكل خير، هو وأبناء المسلمين. في حضرتك كذا سؤال، يعني السؤال الاولاني: هل التصوير بالابن معاه كاميرا عنده 11 سنه بيصور مثلا حيوانات قطط حاجات بس بتخزنها في الكاميرا، هل حرام ولا حلال؟ السؤال الثاني حضرتك: حديث اللي هو بتاع اللي من قتل البرد، هل هو من الفوارق عشان نفخ في النار لما قلت يا سيدنا ابراهيم في النار، وهل قتله في الضربه الاولى ليه حسنات؟ هل ده حديث صحيح البرد؟ والحديث الثاني حضرتك، نعم، وبعد وحديث تاني حضرتك: هل لو امرأة راحت عشان تعمل عمرة وقبل ما تطوف قلعت الإحرام، يعني فكت الإحرام من غير ما تطوف وكده، ظن منها إن في دورة، فهل عليها اسم أو تعمل إيه كفارته؟ والسؤال اللي لا عفوا، ماذا صنعت هذه المرأة؟ هي راحت من المدينة لمكة وعادت تطوف، فقبل ما تطوف ظنت إن في حج، فقامت خلعت لبسة النقاب والجوانب. ايوه، يعني كانت محرمه. طيب خلاص طيب. بقى ماشي كده ولا طافت ولا كده، فهل عليها حاجه؟ طيب. والسؤال اللي بعد كده: هل في محلات اسمها فوري؟ نعم. محلات بندفع فيها على اساس فاتوره النت، فبتاخد خدمه مثلا 2 جنيه ولا حاجه، فهل ده ربا ولا حاجه؟ لا ما سمعت. يعني بدل ما نروح نقعد في تعابير مثلا ندفع فاتوره النت، في محلات بقى بتوصل لنا الخدمه دي وبتاخد فوق الفلوس 2 جنيه مثلا، هل ال 2 جنيه دول ربا؟ لا، يعني شركه وسيطه في تركيب النت وتاخد عموله. لا، هو محل حضرتك سوبر ماركت مثلا عنده محل فوري، يعني تروح تدفع فيه فوري بدل ما تروح تقعد في تعابير وتدفع الفاتوره. طيب.
وبياخد خدمه 2 جنيه، فهل ال 2 جنيه دول ربا؟ اما اذا جزاك كان الله كل خير. نعم؟ اذا كانت مجرد خدمه يؤديها وياخذ مقابل الخدمه فلا باس. وبيدفع عنده فلوس يا فضيلة الشيخ. مش مشكلة، لأن هو مش مشكلة في دفع الفلوس الآن، المشكلة في أنه يخدمكم في توصيل المال إلى مستحقيه. فعمولة نقل ممكن توصف أنه عمولة نقل. جزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ. أما التصوير فلغير حاجة، تصوير ذوات الأرواح محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن المصورون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. وجاء رجل ابن عباس فقال: يا ابن عباس إني رجل ليس لي عمل إلا الأكل من هذه التصاوير. قال ابن عباس: ادن مني ادن مني ادن مني. فدنا منه فقال: إن كنت صانعا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه، إني سمعت النبي يقول: إن الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة. أما الحديث الوارد في قتل الوزغ وأن في أجر في حديث ثابت صحيح. أما المرأة التي ظنت أن حيضة جاءتها فنزعت الثياب وبعد ذلك وارتكبت محظورا من محظورات الإحرام بلبس النقاب، فهذه تبين لها بعد ذلك أن الحيضة لم تأتي فرجعت إلى عملها، عليها أن تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة على التخيير، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. معك الحاجة فوزية. ولماذا تسمي نفسك يا حاجة فوزية؟ لماذا تسمي نفسك؟ ألا الأوقر أن أسماء النساء تصان عن الابتذال، ولذلك اتفضلي. أول مرة نتصل أصلي. اتفضلي، ما السؤال؟ أول مرة نتصل. و ما سؤالك يا أختي؟ شرفتونا الله يبارك فيك يا شيخ، الله وياك يخليك. وياك يا ولد، ما السؤال؟ سؤالي عايزة نعمل إن شاء الله عمرة. إن شاء الله عايزة نعمل عمرة. ها. وبعد؟ و بفلوس يعني جايتني يعني زي الزكاة كده. زي فلوس الزكاة. يعني حلال يعني ولا نمشي بيها عمره ان شاء الله؟ لا يعني عفوا، المال مالك الخاص، زكاة مالك ولا ناس اعطوك المال؟ لا مال يعني مال جايني مال يعني ناس تصدقوا عليك يعني؟ ايوه ناس تصدقوا علي ونعمل بيهم عمره. ايوه والمال زاد عندك، يجوز ان تعملي عمره لانك تملكت المال الان. أما إذا كان المال زكاة مالك أنت لا يجوز أن تعتمري بزكاة مالك، لكن كان صدق عليك تملكتيها أصبح من حقك أن تتصرفي فيها بالحلال الطيب، بارك الله فيك، فلا بأس أن تعتمري. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عم الشيخ. نعم، نحن نعمل في البحر، بنشتغل في شغلنا في البحر في على منصات بترول، هل تسمعني؟ اسمعك. فيما على منصات بترول في البحر؟ نحن نعمل على منصات بترولية في البحر، والشغل بتاعنا بيبقى حوالي 7 أيام أو 9 أيام أو 10 أيام، ومنزل أجازة برضو مثلهم 10 أيام أو 7 أيام، فهل يجوز القصر في الصلاة؟ جوز هذا بعض العلماء وأراه سائغا، لأنك في البحر لست مستقرا، لأنك في البحر لست مستقرا ولا يقال إنك تسكن هذا المكان، فجوز فريق من العلماء لك القصر. فترات طويلة. نعم، نحن بنفضل فترات طويلة في الشغل، يعني ممكن نفضل سنين بهذا على هذا المنوال، ممكن نفضل سنين على هذا الطريقة أسبوع وأسبوع. على أي حال في شأنك الوجهان للعلماء، لأنك لا تسمى مقيما ما دمت في البحر، بارك الله فيك. السلام عليكم، لك الوجهان إذا اخترت أيهما جاز لك والله أعلم. السلام عليكم. يقول أخو السائل: كيف أتغلب على الوسواس؟
تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسترسل في التفكير وارق نفسك بصورة قل هو الله أحد مع المعوذتين ادفل في اليد واقرأ سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وامسح رأسك وما استطعت من جسدك ولا تسترسل في التفكير واسأل الله الشفاء. يسأل عن حكم جلسة الاحتباء يوم الجمعة. الأحاديث الواردة في الحبوة يوم الجمعة سواء إباحة أو حظرا لا تصح، والمعول عليه انكشاف العورة من عدمها والنوم من عدمه، فإذا كانت العورة تنكشف بالاحتباء فلا تحتبي، وإن كان النوم يتأتى بالاحتباء فلا تحتبي، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فاتلك في كده سؤال عايز أسأل حضرتك فيه. نعم. أول سؤال بالنسبة للسفرة اللي بتكون بعد الطهر، هل هي نجس؟ الصفرة التي تنزل على المرأة بعد رؤيتها الطهر لا اعتبار لها، ولكنها تغسل. أما إذا كانت قبل رؤية القصة البيضاء وفي زمن مدة الحيضة تعتبر من الحيض. أما إذا رأت المرأة القصة البيضاء وانتهى زمن الدورة الشهرية وبعد رأت صفرة أو قدرة فلا اعتبار للصفرة أو القدرة بعد رؤية القصة البيضاء أو الجفوف. يعني لو نزلت حضرتك في الملابس يبقى كده نجسة الملابس. هي تغسل، اغسليها. طيب لو مثلا هيحصل تحفظ برضو احتياطا عشان الملابس ما تتفخش بيها، يبقى كل صلاة لازم الحفاضة دي تتشال؟ يعني عفوا، أنت تتكلمي على الصفرة أو القدرة أو على الإفرازات التي تخرج من النسوة غالبا والحوامل بصفة أخص؟ لا أنا بتكلم على الصفرة اللي بتنزل بعد الحيض. الصفرة أو القدرة التي تنزل بعد الحيض اغسليها وتوضئي منها. أنا هتوضأ منها بس أنا قصدت حضرتك يعني أنا هتحرز إنها تنزل في الملابس فممكن يتحط حفاضة. لا بأس. طب إيه المشكلة؟ الحفاضة دي كل صلاة تتغير لو نزل فيها حاجة؟ لا كل صلاة يعني كل ركعتين يعني بين التراويح؟ عند الوضوء لا 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 يلزم أن تغير بين كل ركعتين. إذا كان نزل فيها حاجة استسفري بصفة عامة ولا تبالي. طيب السؤال الثاني حضرتك بالنسبة لزكاة المال، لو في مكان بيبني مساجد وبيعمل بيحفر آبار وبيخدم فقراء بس مش مسلمين مش مصريين يعني في بلاد في أفريقيا أو كده وبيعمل لهم خدمات، هل يجوز ليهم الزكاة؟ لا يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد ولا في لا يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد. حفر الآبار يجوز؟ حتى حفر الآبار لا يجوز. طب لو بيقدموا خدمات تانية انهم بيعملوا اطعام او بيجيبوا لهم مدربين حتى اطعام الافطار الصائم لا يجوز من زكاة المال. ولو بيجيبوا لهم مدرسين علشان يعلمهم الدين مرتبات ده من الصدقات اولى وابعد عن الشبهات. طيب السؤال الثالث، سفر المرأة بدون محرم هل في رأيين ولا في راجح؟ لو هي عايزة تسافر اي سفر بقى النبي نهى عن سفر المرأة بلا محرم، المستثنى منه الحج والحج، ومن العلماء من ألحق العمرة مع الرفقة الأمينة، ومن العلماء من منع من ذلك أصلا، لكن الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك على جواز حج المرأة مع الرفقة الأمينة إن لم يتيسر المحرم، أما سير الأسفار فلا بد فيها من التفصيل والسؤال بدقة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل أين الله؟ أقول الله في السماء. قال تعالى الرحمن على العرش استوى. قال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل هل يستحب أن أطمس كل صورة وجدتها في البيت ولو في القنينات وغيرها؟
قدر الاستطاعة إذا لم تكن لها ضرورة وحاجة عندك. ما حكم الخطبة بين التراويح؟ الأمر في ذلك واسع، من شاء فعل ومن شاء ترك على حسب احتياج الناس. هل يجوز للإمام أن يأخذ أجرا على صلاة التراويح؟ نعم يجوز، والأولى تركه، والله أعلم. متى يفرض الصيام على الأطفال مثل الصلاة؟ إذا بلغوا الحلم ألزم فرض عليهم الصيام، فدخلوا في المخاطبين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما دون ذلك فيستحب تدريبهم على الصيام، لحديث ربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا حتى إذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين، تعني حتى تغرب الشمس، والله أعلم. هل هذا الحديث ثابت؟ صوموا تصحوا. لا يثبت هذا الحديث، بل ضعيف جدا. هل يجوز صبغ شعر الشارب بأي لون؟ يجوز، اتقي السواد، اتقي السواد خروجا من الاختلافات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك احنا بنشتغل في شركة وفيها حاجة اسمها المعاش التكميلي، المعاش التكميلي ده عبارة عن ان هو بيستقطع مني في كل شهر مبلغ معين، وبعد كده لما بطلع معاش بعد 60 بيديني معاش لمدة 10 سنين، معاش كويس كبير يعني، فهل يجوز ولا لا يجوز؟ والله أنا يعني أنصحك بالبعد عن كل ما فيه شبهة. أما صناديق الزمالة إذا كانت داخلة في صناديق الزمالة فابتعد عنها. صناديق الزمالة ابتعد عنها. أيوة نعم. يقول يكثر في السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا فضيلة الشيخ، لو الكاميرا اللي ابني بيصور بيها هي زي كاميرا التليفون كده، لو هو فيها عليها متخزن عليها صور ومحتفظ بيها، هل يبقى حرام برضه؟ الكاميرا هو اللي مصور بيها الحيوانات. حضرتك قلت ان ما يصورش للضرورة. للضرورة، لان للضرورة وللحاجة إذا كان ينفع ما ينفعهاش، لو هو ما متحاش إذا كانت هناك حاجة فلا بأس. هو عنده 11 سنة وهو بنطور عليها حاجات يا فضيلة الشيخ. إذا لم يكن مكلفا فلا إثم عليه الآن. يعني يسيب الصور فيها يعني ما ينفعهاش. يقول: ما حكم من تعمد القيء في نهار رمضان وهو يجهل حكمه؟ يرى الجمهور أن متعمد القيء يفطر، ولكن هناك من العلماء كابن عباس من يقول: الفطر مما دخل ليس مما خرج، وأختار رأي ابن عباس. أما حديث من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي، فهو حديث به علة وهو ضعيف، والله أعلم. إلا أن الجمهور على ما ذكرت من أن تعمد القيء يفطر، لكن الدليل يعوزهم. لكن هذا السائل يعذر بجهالته ويحافظ على صومه. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله سبحانه أن يجمع بين قلوب أهل مصر وقلوب المسلمين دوما على طاعته، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين، وأن يفرج كرب المكروبين ويفك أسر المأسورين. اللهم آمين. وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا، اللهم آمين. ونناشد الجميع بالصلح، فإن الصلح خير، قاله الله تعالى. قال تعالى: والصلح خير. اتقوا الله وأصلحوا ذات فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا، وأوصي نفسي وإخواني في هذه الأيام الطيبة بالإكثار من الدعاء والإكثار من ذكر الله والإكثار من الصدقة، فهذا شهر الجود وشهر الإحسان،
والنبي كان أجود في رمضان بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.